أهلا وسهلا ومرحبا بوصفة جديدة. اليوم نحضروا طرطة بالمشماش. كنحتاج 150 غرام من المشماش المجفف أو الطري، 100 غرام من السكر، 50 غرام من بودرة اللوز، بيضتان، سكر فاني، 20 سنتيلتر من الكريمة أو الحليب، وعندي هنا لاباط بغيزي. نبدأ على بركة الله. اول شيء نحط العجينه في المول اللي يدخل الفرن ونديروا ليه ثقب. نوضعوا المشمش، سكر مع البيض، نوضع فانيلا، نضع الكريمه، نضع بودره اللوز. ها الخليط ديالنا. دابا ندخلها الفرن، سخنته على 180 درجة لمدة 20 دقيقة ونعود نتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطرطة ديالنا. كنتمنى هذه الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها. ما تنسوش الاشتراك في قناتي ليصلكم المزيد، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.